السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الكريم. تفضل. أنا كنت خدت فتوى قبل كده على بنك إسلامي وبناء عليه. بناء الناس يقولون بناء وهي الصح بناء عليه. بناء عليه. أيوة. رحت عملت شهادة اللي هي مدة طويلة وبعد كده سمعت من حضرتك أني لا يوجد بنك إسلامي. طبعا لا أعتقد أن هناك بنك إسلامي ولا يسمح لهم العالم بإقامة بنك إسلامي. تمام. أنا وبناء علي أحسنت كيت الشهادة. تمام. وخلاص وتخلص يعني اللي هم خدوا اللي خدوه وأنا أخدت اللي خدته. طيب بالنسبة لا اللي هو خرج اللي هو أنا اللي هم طلعوه لي عفى الله عما سلف جزاك الله خيرا وإياكم. فمن جاءهم وعظة من ربي فانتهى فلهم ما سلف وأمره إلى الله.